تفضلي. نسيت فضلك، تسلمين. شكرا. ايش تبيني اقول لك يا استاذه سندس؟ هذا البيت وهذا وضعه وقدامك تشوفين. ابو وجدان من يوم اللي طلع من الوظيفه ولا كل ما كلمه يقعد يصارخ ويقول من وين لي. خلاص يا ابو مساعد، قلت لك كلها يومين ان شاء الله، وانزل الراتب واعطيك فلوسك. عندكم هنا؟ يلا يا بنات كل واحده على فصلها. يلا يلا يلا، مع السلامه. استاذة مشاعل، وين صديقتك؟ ما شفتها من الصبح. صديقتي؟ أظني ما أدري، بس أبشري الحين دق عليها وشوف وينها. دقي عليها وبعدين ردي لي خبر، أنا في المكتب. خلاص أبشري. يلا يلا اطلعي يا بنات يلا. والله يا وجدان أنا مقدرة حالكم صراحة وقلبي معك، بس حرام وجدان مالها ذنب تحرمينها من دراسة، يعني حرام والله. لا عليك، في أم تبي تحرم بنتها؟ أنا من وين لي؟ إيش أقول؟ توني أقول لك إن الموضوع يحتاج مصاريف. هي المدرسة أقلام ولا كراسات ولا ضغوطات؟ خلي هذا كله مواصلات، من وين أوفر لها أنا مواصلات؟ أنا ما عندي مشكلة، تو قاعد أقول لك أنا متعاطفة معك، بس حرام تحرمين البنت من دراستها، توقفينها عن مصيرها يعني بأعذار وحجة، ما ينفع. هذا اللي أقول لها تو تقول لي حلمي. يا بنت أنت تفهمين إيش قاعد أقول أنا؟ فلوس، من وين أوفر لها الفلوس؟ إذا همك المواصلات خلاص أبشري. أنا متعودة، هذا ما هو أول مرة، يعني أنا مستعدة أجي آخذ البنت، طلع من بيتي أجي أمرها آخذها وديها المدرسة، وبس تخلص دراستها ترجعها من عيني هذه قبل هذه لهنا لبيتك، في عهدتي أنا. وش تب؟ دقيقة معلش. سموح، هلا مشاعل، في بيت أم وجدان، إيش تبين؟ خلاص خلص خلص، جاية الحين. تعذري، جاية أقول لك أنا. مشاعر خلاص تحنين، يلا يلا تصرفي انتي باين.